عليكم كديري لاباس عليكم، عواشركم مبروكة. اليوم كيف كتلاحظوا جيت نشارك معكم حلوة ديال دريش بوند، محبوبة الجماهير اللي كتعجب الصراحة الصغار والكبار. جيت نشاركها معكم بدون زبدة وكتجي هشيشة الصراحة وتذوب في الفم. يعني هاد الحلوة تقليدية من عهد زمان، ولكن ما بقاتش كما كانوا كيديروها شحال هادي. يعني بقاو كيديروها هكذا فيها الزبدة، يديروا فيها يعني مكونات يعني اللي كتارين. يعني لا، يعني هاد الحلوة تقليدية وغادي نحاول نحاولوا يعني نخليوها تقليديه، يعني ما نزيدوا ليها حتى الاضافات. بسم الله على بركه الله، يلا ندوزوا الوصفه. وقبل ما ندوزوا الوصفه، اللي ما مشتركش في القناه يشترك فضلا وليس امرا، وما تنساوناش بلي لايك وشي تعليق تحفيزي هكا اللي يخلينا نزيدوا القدام ونجيبوا لكم الجديد. بسم الله على بركه الله. عندي هنايا واحد جوج ديال البيضات، عندي واحد الخميره من الفئه ديال 8 غرام، عندي واحد الكاس ديال السكر سنيده ديال العنبه، عندي كاس ديال الزيت، عندي مبشور ديال البرتقال، عندي النكهة ديال البرتقال. صافي، بسم الله على بركة الله. ندوزو للطريقة. جوج ديال البيضات غادي نضيف ليهم هكذا كأس ديال السكر، كأس العنبة، غادي نضيف ليهم كأس ديال الزيت، زيت المائدة، مبشور ديال البرتقال. الصراحة كيعطيهم واحد النكهة اللي هي زوينة، اللي بغى يعوضو هكذا بفاني أو بأي نكهة كيفضل يديرها. يعني انا الصراحه بغيت نخلي هاد الحلوه تقليديه كيف كانوا كيديروها جدودنا. وغادي ندير النكهه ديال البرتقال. صافي، دابا غادي نحاول هكذا نخلط هاد المكونات. بعد ما خلطت المكونات غادي نضيف هاد الخماره اللي من الفئه ديال 8 غرام، وغادي نبدا نضيف الدقيق تدريجيا. العجين ما خصوش يجي قاصح نهائيا. عندي 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق، ولكن ما تحاولوا يعني ما تضيفوش هاد 3 ديال الكؤوس، يعني تبقاو ديروا تدريجيا. يعني انا درت جوج هنايا وغادي نبدا نخلط ونشوف. يعني راه كيبقى الاختلاف في البيض، واش كبير واش صغير. العجين بعد ما جمعته كيف كتلاحظوا كيف حصلت عليه، يعني العجين رطب معايا، يعني مجموع ولكن رطب كيف كتلاحظوا. هذا هو القوام اللي خاصو يكون ديال الحلوه ديال دريش بوند باش تجيكم هشيشه. راه كيبقى اختلاف في العجين، الا قصحتي العجين راه كتجي قاصحه، الا خليتي العجين هكذا كيف كتلاحظوا معايا يعني مرخوف شويه، راه دريش بوند ديالك كتجي زوينه وتجي هشيشه بلا زبده بلا حتى شي حاجه. صافي، دابا غادي ندوز هكذا ندير يدي هكذا واحد شويه فيها زيت مائده، وغادي نبدا نكور. يعني اللي بغى هكذا يكبرهم ولا يصغرهم، ولا يعني يدير على حساب الحجم هو اللي باغي. انا بالنسبه ليا غادي ندير في الحبه هكذا 10 غرام، نتوما يعني كيبقى لكم اختياري. يعني انا ما غاديش نلصقهم، غادي ندير غير حبه هكذا. صافي كيف كتلاحظوا على هذا الشكل، وغادي نحط في الصفيحه ديال الفرن اللي يكون فيها هكذا ورق الزبده. الا بغيتو ما ديروش ورق الزبده، فقط دهنوها بزيت المائده او الزبده.
نهائي بعد ما شكلتها. دابا غادي ندوز نديرها على فران يكون ساخن ونقصلو النار اللي تكون مهيله ونخليها تطيب على راحتها. من بعد ما غادي تطيب ان شاء الله ندوزو باش نزينوها. صافي الحلوه نتاين بعد ما طابت هانتوما تشوفوا كيفاش الشكل ديالها. الصراحه جات زوينه يعني طايبه من التحت ومن الفوق وهشيشه الصراحه. راه الشيشه راه كتتصغير بوحدها. دابا غادي نديرها هكذا في واحد الكاسرونه واحد القرعه ديال المربى ديال مشماش. وغادي نضيف عليه هكذا واحد ربع كاس ديال ماء الزهر. ربع كاس اللي ما بغاش يدير هاد ماء الزهر ما يديروش. غادي ندير الخليط نتاعي فوق البوطه حتى يطلق. صافي دابا هنايا بعد ما طلقت هكذا هاد المربى بعد ما سخن معايا، صافي دابا غادي نشد هكذا الحبه وغادي نديرها هكذا مزيان في هاد الخليط كيف كتلاحظوا. وغادي نحاول نهزها هكذا ونحطها هكذا الكوب وصافي. هذه هي الحلوه ديالي كيف كتلاحظوا. صافي غادي نستعمل هكذا بنفس الطريقه. صافي غادي نستمر هكذا حتى غادي نسالي الكميه نتاعي كامله وتشوفوها معايا ان شاء الله. المهم هذه هي الحلوه ديال دريش بوند نتاعي بعد ما ساليتها في التزيين. الصراحه واحد الحلوه اللي جات رائعه، حشيشه بنينه، جات مميزه. نتمنىها انها تنال الاعجاب ديالكم، والا عجبتكم ما تنساوناش بلي لايك للفيديو، كذلك الاشتراك في القناه الا ما كنتوش مشتركين وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. وما تنساوناش بالبارطاج هكذا مع الاهل مع الاحباب باش تعم الفائده. وكنشكركم بزاف بزاف على المشاهده ديالكم، والى اللقاء الى فيديو قادم باذن الله. وعيد مبارك سعيد لكم ولنا ولجميع الامه الاسلاميه. مع السلامه.